Bonjour tout le monde. Comment ça va? Sabah al-khair wa sabah al-khair les jami'. Kayfa halukum? Al-yom, sayakun mawdu'una tamrin hawla akhir video akhadnahu sabiqan walladhi kana hawla sifat at-tamalluk. Idan, exercice sur les adjectifs possessifs. Tamrin hawla sifat التملك. هذا التمرين لكي نتدرب على استخدام هذه الصفات لأننا بصراحة يعني نحتاجها عند التحدث مع الآخرين وخاصة عند زيارة عائلة لعائلة أخرى. هذا ولدي، هذه بنتي، هذا ولدهم هو، هذه بنتهم هي، هذا شيء يعود لنا، هل هذا شيء يعود لكم؟ إذن هذه الصفات مهمة في التحدث مع الآخرين، لذلك عملنا هذا التمرين. سوف نأخذ مثالا عليه، مثال par exemple، مثال على ذلك for example، par exemple مثال نأخذ. أقول مثلا j'ai un appartement. إذا j'ai un appartement، أنا عندي شقة. لاحظوا هنا استخدمنا فعل avoir. Avoir في حالة الحاضر، في حالة au présent. إذا فعل التملك عندما أتحدث مع الآخرين وأقول أنا عندي ولد، أنا عندي بيت، أنا عندي محل، لا أعرف ماذا. إذا سوف نستخدم هنا فعل avoir au présent بحالة الحاضر. وللتذكير لمن نسي تصريف فعل avoir موجود هنا. إذا أنا عندي جي تي أ أنت أو أنت عندك، elle هي عندها، il هو عنده، nous avons نحن عندنا، vous avez أنتم أو أنتن عندكن، أو شخصا غريبا لا نعرفه نقول له vous avez أنت عندك، شخص غريب. ils ont هم عندهم، elles ont هن عندهن. إذا أقول j'ai un appartement، أنا عندي شقة. لاحظوا هنا أن أنا بارتما هو اسم مذكر، إذا الشقة مذكر، اسم مذكر في اللغة الفرنسية، إذا هذا هو مهم. ولاحظوا نقطة أخرى أود أن يعني أثير انتباهكم إلى أننا علينا أن ننظر إذا كان هذا الاسم مذكر، مؤنث أو جمع، النقطة الأولى. النقطة الثانية علينا أن نرى إذا كان مفرد أو جمع، لأننا في حالة المفرد مثل ما موجود هنا أنا بارتما سوف نستخدم اسم إشارة مفرد الذي هو سي، وإذا كان هنا جمع مثل ما سنرى هنا سوف نستخدم اسم إشارة للجمع. إذا هاتين الملاحظتين مهمتين. إذا جي أنا بارتما، الجواب سي مون بارتما، هذه شقتي أنا، مون مون أبارتمان. لماذا استخدمت صفة التملك مون وليس ما؟ لأن أنا أبارتمان اسم مذكر، إذا أبارتمان اسم مذكر، إذا سي مون أبارتمان. هذا يعني باللغة العربية يجب أن تترجم بشكل صحيح وأقول هذا شقتي وليس هذه. إذا سي مون أبارتمان بما معنى يعني هذا شقتي. نذهب إلى التمرين فنقول j'ai une maison. ماذا عندي أنا؟ أنا عندي بيت، une maison. هل une maison مذكرة مؤنث؟ مؤنث. إذا وهل هو مفرد أم جمع؟ هو مفرد. إذا سوف أستخدم إشارة المفرد سي فراغ maison. هل أستخدم mon maison ولا ma maison؟ إذا سوف أستخدم هنا ما ميزون. لماذا استخدمت ما؟ لأن إن ميزون أو ميزون هو مؤنث، سي ما ميزون، هذا بيتي أنا، بيتي ما يعود لي. إذا this is my house، this is my house، سي ما ميزون. نذهب إلى الشخص الثاني المفرد، تي أن فواتير، أنت عندك سيارة أو أنت عندك سيارة. إذا إن فواتير مؤنثة، إذا سوف نستخدم اسم إشارة مفرد سي فراغ فواتيغ. سنقول تون فواتيغ ولا تا فواتيغ؟ إذا سنختار تا فواتيغ. لماذا؟ لأن إن فواتيغ مؤنثة فنقول سي تا فواتيغ، هذه سيارتك أنت أو هذه سيارتك
أنت. C'est ta voiture. نذهب إلى الشخص الثالث المفرد المؤنث. Elle a un garçon. هي عندها ولدا. إذن سنقول c'est فراغ garçon. هل سنقول son garçon ولا sa garçon؟ إذن إذا كان un garçon مذكرا إذن سنختار son. إذن c'est son garçon. إنه ولدها. هي ولدها. إذن c'est son garçon. هو ولدها. الشخص الثالث المفرد ها للمذكر il a une femme. il a une femme ماذا عنده؟ عنده زوجة. il a une femme. إذن c'est فراغ femme. son femme ولا sa femme؟ ماذا سنختار؟ سنختار sa. لماذا؟ لأن une femme مؤنثة. c'est sa femme. سنقول c'est sa femme. إنها زوجته هو. الآن لدينا ضمير الشخص في حالة الجمع وهو nous avons. نحن عندنا nous avons des filles. des filles. لاحظوا أن هذه الجملة تختلف عن الأوليات. أولا nous avons وجمع. ثانيا des filles هنا أيضا جمع. إذا des filles سوف لأنها جمع سوف نختار اسم إشارة للجمع. ما هو اسم إشارة؟ سي سون. سي سون إنهن. يعني بما معنى إنهن للمؤنث وإنهم للمذكر. إذا هنا هم فتيات بنات. nous avons des filles. نحن عندنا يعني بنات لربما أكثر من اثنتين. إذا سوف نختار هنا اسم الإشارة جمع. لن نقول سي لشخص واحد سنقول سي سون هن. إذا سي سون فراغ في. هل سنقول لي nous avons nous ولا vous ولا leur؟ إذا سنختار nous. إذا سنقول ce sont nos filles. إذا ce sont nos filles. إنهن بناتنا نحن. ce sont nos filles. ce sont nos enfants. إنهم أولادنا. إذا ce sont nos filles. نذهب إلى الشخص الثاني الجمع أو شخصا غريبا. vous avez un jardin. أنت عندك حديقة. vous avez un jardin أو أنتم عندكم حديقة. إذن un jardin مذكر. إذن سوف نستخدم هنا نعود إلى استخدام اسم الإشارة المفرد سي. إذن سنقول سي فراغ jardin. notre jardin ولا votre jardin. إذن بما أنه نحن استخدمنا vous avez إذن سنختار votre. سنقول c'est votre jardin. إنها حديقتكم أنتم أو حديقتكم أنتن. أو شخصا لو كنا نتحدث مع شخص غريب نقول إنها حديقتك أنت يا شخص يا يعني غريب لا نعرفه قبلا. إذن c'est votre jardin. نذهب إلى الضمير الشخصي للمفرد أو للمذكر عفوا. إذا الضمير الشخصي الجمع المذكر نقول ils ont des enfants. هم عندهم أطفال. لاحظوا أن هذه الجملة أيضا كلها جمع. ils ont ضمير في حال جمع. des enfants أيضا جمع. إذا سنستخدم إشارة الجمع. سنقول ce sont فراغ enfants. إذا ce sont لا نقول leur بدون s ولا leur بالs. إذا سنختار leur بالs. ce sont leurs enfants. لماذا اخترنا leur بالs؟ لأن des enfants اسم جمع. إذا يعني هم أطفالهم. هم أطفالهم. ce sont leurs enfants. وأخيرا عندنا الضمير الجمع في للمؤنث. ونقول elles ont une grand-mère. elles ont هن عندهن. ماذا عندهن؟ une grand-mère يعني عندهن جدة يعني والدة الأم الجدة. إذا elles ont une grand-mère. إذا une grand-mère هي مؤنث أولا in وهي مفرد.
إذا سنستخدم هنا اسم إشارة مفرد سي فراغ غراند مير. هل سنقول لور بالإس ولا لور بدون إس؟ إذا لور بدون إس. لماذا؟ لأن إن غراند مير مفردة، مفردة ليس جمع، مثل ما هو هنا ديز أنفان أو دي في. إذا سي لور بدون إس غراند مير، إنها جدتهن، جدتهن، إنها جدتهن مثلا. أتمنى أن يكون هذا التمرين مفيدا جدا لكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.